أهلا بكم. حراك دبلوماسي مكثف منذ بدأت ميليشيا الحوثي عملياتها العسكرية الأخيرة التي تزامنت مع زيارة لسفراء أوروبيين إلى صنعاء، حيث نشط خلال الأيام الماضية كل من المبعوث الأممي والسفيرين البريطاني والأمريكي، إضافة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الذين التقوا اليوم بوزير الخارجية محمد الحضرمي. الخارجية البريطانية هي الأكثر نشاطاً، فلم تتوقف عند إصدار التصريحات على لسان سفيرها في اليمن أو المبعوث الأممي، بل تقدمت بمشروع بيان لدى مجلس الأمن عبر فيه عن أمله في أن يؤدي تجدد التصعيد إلى فرصة لتوفير مساحة للأحزاب اليمنية لتحرك شامل نحو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على وجه الاستعجال في شأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء الصراع والمضي نحو الانتقال السلمي. ما شكل الانتقال السلمي الذي تتخيله بريطانيا من خلال مشروع البيان الذي جاء خاليا من الإشارة إلى مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها؟ وهل يمكن لمشروع البيان البريطاني أن يكون أول خطوة في طريق تخلي مجلس الأمن عن قراراته السابقة بشأن اليمن؟ منذ كسرت ميليشيا الحوثي الهدنة غير المعلنة على طول خطوط مناطق التماس من صرواح جنوب شرق صنعاء وحتى الجوف شمالا مرورا بجبهة نهم، لم تتوقف ردود الأفعال الدولية عن التعبير المستمر عن دعوتها لخفض التوتر والانتقال لمرحلة جديدة من المفاوضات تفضي إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. ومع تدفق المواقف الدولية الرافضة لتجدد القتال في اليمن، يبقى السؤال المطروح عن مدى رغبة الأطراف الدولية الفاعلة في الالتزام بمقررات مجلس الأمن وحزمة الوثائق السياسية التي ينظر إليها كأساس قانوني لأي عملية سلام والمتمثلة في المرجعيات الثلاث. اللافت هو أن معظم الدعوات الدولية للحل الشامل في اليمن تشدد على أن الوضع قد تغير بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على نهم، كما جاء على لسان السفير البريطاني. بريطانيا تقدمت بمشروع بيان جديد لدى مجلس الأمن الدولي يتوقع أن يصدر خلال الساعات القادمة ما لم تعترض عليه روسيا، ويتضمن الدعوة إلى توفير مساحة للأحزاب اليمنية لتحرك شامل نحو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشكل عاجل بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء الصراع والمضي نحو الانتقال السلمي، دون أن يشير إلى أي من المرجعيات السياسية كأساس للحل المفترض. المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث أطلق أول تعليق له بعد إعلان الحوثيين السيطرة على مناطق جديدة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومناطق أخرى في محافظة الجوف، ودعا جميع الأطراف إلى خفض تصعيد العنف وتجديد التزامه بالتوصل لحل سلمي للنزاع، كما عبر كل من سفراء فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن في بيان جماعي عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير للصراع في اليمن. ودعت البعثة الأوروبية في حسابها على تويتر لخفض التصعيد على كافة المستويات وبشكل عاجل. فهل تحدد هذه المواقف الدولية معادلة الصراع في المرحلة القادمة على الأرض؟ أم ستبقى مجرد تصريحات لا تعبر عن النيات غير المعلنة؟ وهل يمكن لهذه الدول الاستمرار في رعاية العملية السياسية دون التمكن من إلزام الحوثيين بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبد الهادي العزعزي عبر الأقمار الاصطناعية وكيل وزارة الثقافة من تعز، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. لو أردنا أن يعني نكون صورة عامة عن الآلية الدولية للتعاطي مع الأزمة خلال 5 سنوات من الحرب في اليمن. أعتقد أن الآلية العامة لتعاطي الأمم المتحدة منذ 5 سنوات، وبالأصح منذ العام 2011، أي منذ 10 سنوات تقريبا، والأمم المتحدة لا زالت تراوح في نفس المكانة وفي نفس النقطة وعند نفس العبارات وعند نفس المفردات.
الأمم المتحدة مع الأسف الشديد أصبحت طرفاً في المشكلة وجزءاً منها في العالم العربي إجمالاً. هنالك كلاماً كان طرحه أحد المفكرين الغربيين في العام 2011 هو أن الدول الغربية مع الأسف الشديد تتراجع أو قلقة من موضوع الديمقراطية في العالم العربي، وكأن الليبرالية الغربية تراجعت عن نفسها وهي تعتبر الديمقراطية استحقاقا مسيحيا بدرجة أساسية، وتتكلم عن هذه المسألة الأمم المتحدة والدول الغربية الثلاث. أولا هذه الدول سواء بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة مع الأسف الشديد جميعا لهم موقفا مسبقا من الديمقراطيات في العالم العربي ومن التحول السلمي، وما كانت تقوله هو مجرد ذريا للرماد على العيون. الأمم المتحدة ليست سوى منظمة أصبحت شبه مختطفة مع هذه البلدان، وكل ما تطرحه وقراراتها تعتبر حبرا على ورق عندما تنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديدا. بالنسبة للأمم المتحدة المسألة لا تعنيها. منذ العام 2011 ونحن نتكلم عن طلب واحد، من يعرقل الانتقال السلمي للسلطة في اليمن؟ هذا ما لم تعطينا إياه 10 سنوات. الأمم المتحدة لم تعطينا إجابة. الأمم المتحدة من ظاهر تعاملها أنها تسند الانقلاب وتساوي بين الانقلاب وسلطة شرعية، وهذه لماذا أول العمليات التي تدام فيها. نعم. لماذا تساوي الأمم المتحدة بين شرعية وانقلاب؟ يعني المجتمع الدولي عموما في كل خطاباته يساوي بينهما. المجتمع الدولي في العالم العربي يساوي بين هاتين العمليتين فقط، لكنه لم يساوي بين هاتين العمليتين في أمريكا الوسطى ولا في أمريكا الجنوبية ولا في أفريقيا أيضا. الأمم المتحدة سلحت نفسها، دفعت الدول الغربية للتدخل حيثما ترى أن بعض البلدان قد تخرج من طور سيطرتها وهيمنتها، لكنها في العالم العربي لا تقدم ولا تؤخر، لا في سوريا لا في ليبيا لا في الجمهورية اليمنية الثلاث. هذه البلدان ربما كانت الأمم المتحدة طرفا أساسيا ومؤججا للمسألة. الأمم المتحدة وعبر الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا وهي العصا الأمريكية الغليظة دائما ما تكون هي صاحبة المقترحات وهي من تذرف دموع التماسيح على الضحايا وعلى الجانب الإنساني. هناك صراع، نحن علينا أن ندرك تماما أن الجمهورية اليمنية تقع على مدخل البحر الأحمر الجنوبي وبالأصح ومدخل المحيط الهندي الشمالي من ناحية الغرب عبر أيضا باب المندب، وتقع على خط التجارة الدولي الممر أو الشريان الدولي المهم جدا، وهي الآن والجميع يحاولون أن يعترضوا ما يعرف بطريق الحرير التجاري لجمهورية الصين الشعبية الديمقراطية. وبالتالي نحن داخل منطقة صراع محموم، داخل منطقة تجاذب جيوستراتيجي. لا زالت فرنسا بقواعدها في جيبوتي، ولا زالت بريطانيا تراودها أحلام الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، وترى أن عدن والبحر الأحمر الجنوبي والجزر اليمنية استحقاقا تاريخيا خاصا بها، وخلف فرنسا تقف بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبرنامجها المرعب في استهداف العالم الإسلامي المسمى بمكافحة الإرهاب. لا زالت هي المهيمنة على المنطقة، أي أن هنالك حالة من الصراع لا يريدون إنهاء المشكلة. مع الأسف الشديد بدأت نوايا الأمم المتحدة واضحة جدا في الفترة الأخيرة، إذ أنها أفردت أربعة مكاتب لعملها في اليمن، وهي طوال الفترة الماضية ترفض الانتقال من الحديدة تماما وترفض نقل مخازنها إلى منطقة أخرى. أيضا افتتحت مكتبا لها، مكتبها السابق في صنعاء، وهي تسعى لافتتاح مكتبا في كل من المكلا حضرموت وعدن والمخا، أي أنها تطرح مسبقا 4 أقاليم للجمهورية اليمنية، وكل إقليم سوف تسنده إلى جماعة. الأمم المتحدة وضعتنا كبلدا تحت الفصل السابع، ولكن هذا الفصل ربما يكون 67، وقد لا ننتهي على مدار، نحتاج نصف قرن لكي نخرج من المظلة الوهمية للأمم المتحدة.
التي حولتنا إلى منطقة استنزاف داخلي بحجة حرب أهلية، وهي كل مرة لا تجيد سوى التعبير عن قلقها، وأصبحنا نخاف أن تصاب بجلطة الأمم المتحدة من كثرة القلق الذي أصبحت تعبر عنه مع كل موقف، وتتناسى أن هذا البلد تحت الفصل السابع من ميثاقها الذي أصبح أيضا ربما مجرد ورقة سياسية يجري التلاعب بها داخل مجلس الأمن. مع الأسف الشديد عندما تصل المسألة إلى المسلمين والمسلمين العرب تحديدا يبطل سحر الأمم المتحدة وتتحول إلى مجرد موفقة بين الأطراف، ولا أدري كيف وضعنا مجلس الأمن تحت الفصل السابع لتتحول هي إلى صاحبة مساع حميدة في تقريب وجهات النظر. الأمم المتحدة مع الأسف الشديد، وأنا أدين هنا كل من الإخوة في الشرعية الذين لم يتخذوا موقفا من هذا الجانب، وجامعة الدول العربية التي أصبحت ربما مختطفة هي الأخرى، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أي أننا الموجودين داخل هذا الإقليم الجغرافي وداخل هذا وداخل هذه المسميات السياسية والحضارية أو الثقافية، أصبحنا ربما نحن المنطقة التي لا قيمة لها ولا حساب ولا نمتلك صوتا موحدا ونتجاذب فيما بيننا، وربما كانت صفعة القرن كما قيل كالتي طرحها ترامب هي تعبيرا عن وزننا كمجتمعات داخل المنظومة الغربية. الغرب والدول الخمس بائعي أسلحة، وهم مثيرو كل الحروب لأنها تعني لهم في الأخير مزيدا من تجارة الأسلحة. الغرب يعاني أزمات مالية، وعلى من خزنوا النفط في المنطقة أن وأموال ضخمة من عائداتها أن يدفعوها لهذه الدول التي تعددت ابتزازاتها للمنطقة إلى الابتزاز السافر المباشر وبشكل مقيت ومرعب. إذا أستاذ عبد الهادي، اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف البراء شيبان المحلل الباحث وهو من لندن. مساء الخير أستاذ براء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وأهلا بالأخ عبد الهادي. أهلا بك أستاذ براء. دعوات متزامنة من أكثر من دولة عظمى وبيان مشترك لعدد آخر أيضا من الدول، وجميعها يدعو لخفض التصعيد يعني دون الإشارة لاتفاق ستوكهولم، دون الإشارة إلى أي من الدول المؤثرة. ما هو تعليقك للبيان أولا؟ طبعا هناك نقطة أساسية يجب يعني تذكرها عندما نتحدث عن دور الأمم المتحدة وما الذي نتوقعه من الأمم المتحدة. الإشكالية ليست دائما في طبيعة المبادرات التي تقدمها الأمم المتحدة، بعضها تكون مبادرات إيجابية. الإشكالية هي في مدى القدرة على التنفيذ. بما أن الأمم المتحدة ليس لديها أدوات على الأرض تمكنها من تنفيذ أي اتفاقية، أو في أفضل الأحوال من ردع أي معارك للاتفاقية، تجعل المسألة أو المسؤولية هي واقعة على الأطراف الموقعة عليها. وإذا لم يلتزم الأطراف ليس هناك أدوات يعني تستطيع أنها مثلا تردعهم أو تعاقب من يعرقلها بسبب ضعف الآليات الدولية بشكل عام. وعلى فكرة هذا ليس مقتصر في الوضع اليمني، هناك مشكلة حقيقية في الأمم المتحدة تعاني منها في معظم الملفات التي تحاول التدخل فيها حول العالم. ووجود منظمة مثل الأمم المتحدة، حتى بعض المؤثرين في السياسات الدولية يقولوا لأن ليس لدينا خيار آخر، أنه ليست لدينا آلية أخرى، مضطرين أن نتعامل مع الأمم المتحدة. الإشكالية الأساسية هي أننا ما دام أن الحكومة اليمنية ومن وراءها التحالف لم يستطيعوا إنفاذ إرادتهم السياسية على الأرض، لن يعطيهم الأمم المتحدة ما لم يستطيعوا أن يحققوه في الميدان. التصعيد مثلا عندما يقوم جريفيث أو تقوم البعثة الأوروبية بالضغط على جماعة الحوثي، جماعة الحوثي لا تلتزم. جماعة الحوثي ما خدمها في تعاملها في الملف اليمني هي أنها تصلبت، هي أنها تعاملت بتصلب وبندية في تعاملها مع المجتمع الدولي، لأنها تدرك هذا الخلل الموجود
داخل الآليات الدولية. في المقابل الحكومة اليمنية ومن وراءها التحالف مثلا في ملف الحديدة سلمت ورقتها الميدانية التي كانت هي قوية فيها لصالح ورقة لا تمتلك هي خيارات يعني خيارات إنفاذها، ولا تمتلك أدوات يعني تجعلها قابلة للظروف الميدانية ومدى تغيرها. ونفس الحال الآن يحدث الآن، ليست الإشكالية في الحل السياسي أو الخطة التي سيضعها جريفيث أو يضعها الجانب البريطاني مجلس الأمن. ما دام أننا مقتنعين أن ليس هناك قدرة على التنفيذ، يجب التفكير في الخطوة التالية. نعم، إذن يعني هل يمكن قراءة هذا البيان أو تفسيره بأنه يحدد معادلة الصراع في المرحلة القادمة، أو هو مجرد تعبير لأجندة معينة لكل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا؟ الذي حاصل هو نتيجة لحالة، خلينا نسمي الأمور بمسمياتها، هناك خواء وهناك فساد إداري ومالي وسياسي حقيقي موجود داخل الشرعية. يعني نحن الآن نشهد أكبر تصعيد عسكري منذ العام 2015، عندما لا يخرج لا وزير الدفاع ولا نائب الرئيس ولا رئيس الجمهورية ولا المسؤولين يتحدثوا للمواطن ما الذي يحدث. هذا مرآة لما الذي يحدث، الخلل الذي موجود داخل مؤسسة الشرعية. وإذا كان هذا الخلل موجود، إذا بالتأكيد التعامل السياسي والتعامل الدبلوماسي لا يستطيع أن يتجاوز الواقع، مهما كان بارعا، مهما كان متمكن، مهما كان يمتلك أدوات، لا يستطيع أبدا أن يتجاوز الواقع السياسي الذي موجود في الميدان. وواقعنا السياسي الآن للأسف لدينا رجال شجعان في الميدان، صحيح يقدموا تضحيات في الميدان، ولكن لدينا قيادة لم تستطع إدارة الملف بالشكل المناسب. نعم، إذا يبقى معنا أستاذ براء. أعود إليك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، يعني يتحدث الأستاذ براء عن عدم استطاعة لتجاوز الواقع السياسي كل الأحداث التي حدثت، وأود أن أسألك، هل يعني ما يقوله واقع ومعطيات المعركة اليمنية هل ينسجم مع دعوات المجتمع الدولي، أو أن هناك عزلة بينهما؟ وقع المعركة على الداخل لا ينسجم مع دعوات المجتمع الدولي أن يتحرك جريفيث، وتتحرك الأمم المتحدة بمجرد أن أعلن الحوثي أنه تقدم في بعض الجبهات. هل تم تأكيد هذا التقدم؟ المعركة لا زالت مشتعلة. كيف حكمت الأمم المتحدة والبريطانيين تحديدا ليتحرك البريطانيين بهذه السرعة وبهذا الشكل ويدعون إلى اجتماع لمجلس الأمن؟ لم يدن الجميع الاستهداف لمسجدا في محافظة مأرب، وهو جريمة من الجرائم الواردة في القانون الدولي الإنساني، الاعتداء على مؤسسة كجريمة. هنا سقوط أخلاقي للأمم المتحدة من هذا الجانب أولا، وأعربت عن قلقها. لماذا لا تدين الأمم المتحدة مثل هذا التصعيد وهي ملزمة للأطراف بمفاوضات عرفت مفاوضات ستوكهولم ومفاوضة السويد على الشرعية؟ إما أن تكون بحجم الحدث لديها قوة بشرية كبيرة، لديها إمكانيات كبيرة، لديها موارد تحت سيطرتها، لديها أرض تمثل 80% من أراضي الجمهورية اليمنية، كان عليها أن توفر إمكانيات الجيش بشكل كامل. نحن داخل معركة في مثل هذا التوقيت وفي مثل هذا العمل لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. كنا نتمنى أن نشاهد قيادات، أن نشاهد محافظين مثلا في كل المحافظات التي فيها جبهات، كالأخ أمين العقيمي في محافظة الجوف وكمحافظة مأرب. لماذا لا نشاهد ذلك في أبين مثلا؟ لماذا لا نشاهده في البيضاء؟ لماذا لا نشاهده في تعز؟ لماذا لا نشاهد محافظين يقودون هذه الجبهات مثلا في الحديدة؟ لماذا كلما صدر همسا من الأمم المتحدة تجاوب الإخوة في التحالف العربي مع هذا الهمس وكأنهم أضعف من الضعيف؟ هذا أغرى الغرب بمزيدا من ابتزاز هؤلاء. مئات المليارات ذهبت لصفقات الأسلحة لإرضاء الولايات المتحدة أو لإرضاء بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو أيضا بلجيكا أو هولندا أو غيرها، وأيضا صفقات أبرمت مع روسيا والصين وغيرها، ومع ذلك لا زال الوضع على ما هو عليه. لا زال الحوثي يتوسع، قرار بعدم تصدير الأسلحة إلى البلد، تصل الأسلحة يوميا إلى الحوثي، والحماية من
التحالف العربي أين ذهب طيران الجمهورية اليمنية الذي كان متواجدا في بعض الوحدات العسكرية؟ أين ذهبت بقية معدات الجيش اليمني المتواجدة في المناطق الشرقية في محافظتي المهرة وحضرموت وما كان متواجدا في شوة؟ أين ذهبت المعسكرات التي سقطت وكانت مخازن كمعسكر خالد غربي تعز والمعسكرات في محافظة عدن وغيرها؟ هذه الأسئلة أو ملايين الأسئلة نحتاج من يجاوب عليها من السلطة الشرعية. اليوم الحديث عن فساد، عندما يتم الحديث عن فسادا بهذا الحجم، دعني أقول لك أن المعسكرات في تعز منذ سنوات وهي وهي تعتمد على نفسها ذاتيا فيما يخص الذخيرة، الاستخبارات العسكرية، بقية النفقات، نفقات الجبهات، التشغيل، علاج الجرحى، والذي لا زال أكبر ملفا عالقا، في حين التحالف يقدم مبادرة مجانية بنقل جرحى الحوثي إلى كل من الأردن ومصر، في حين لا زال جرحى الجيش الوطني الذي هو دخل حليفا له في سبيل استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب لا زال يتوزع وتتحرك عشرات الملفات لجمع هبات وتبرعات وحسنات من بعض الدول من عمان حتى ماليزيا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. هذه المسائل تحتاج نقاشا وأصبحنا لا نعي. اليوم الأمم المتحدة كما قال تقريركم تبحث عن الأحزاب، ما الذي يمكن أن تقدمه الأحزاب التي اختزلت داخل السلطة الشرعية؟ لماذا يجري تفكيكنا إلى مجرد مجموعة من القبائل كما كنا قبلها قبل 1500 عام؟ هذه لماذا نحن بالضبط؟ لماذا تجري بهذا الشكل؟ ألم يتحرك السراد باتجاه تركيا لحل مشكلته أمام ما يمارسه مثلا خليفة حفتر؟ سوريا دخلت بتحالف استراتيجي، النظام السوري بكل قمعيته دخلت تحت الحماية الروسية. إذا كانت الشرعية عاجزة وحلفاءها عن إيجاد غطاء حقيقي وحركة، لماذا الصمت الذي تتمتع به الشرعية في هكذا ظرف؟ اليوم اجتمع الأخ رئيس الجمهورية مع غرفة العمليات المشتركة وخرج خبرا مقتضبا لا يزيد على ربما 10 كلمات ليطمن الشارع الملتهب، والذي اضطر إلى أن يعلن حرب تحرير شعبي تجاوزت الجيش، حرب استنفار قبلية في محافظة من أكبر المحافظات، وصل الاستنفار إلى محافظة أبين ولحق أيضا ووصل إلى بقية المحافظات لتدارك الوضع في نهم، هنالك تسليحا بشكل كبير. إلى اليوم لم تستطع حل مشكلة الطيران والاتصالات داخل الجيش اليمني. نحن فعلا أمام معضلة، أمام معضلة تحتاج رجالا بحجم هذه المرحلة، لا تحتاج الصمت. طال الصمت 5 سنوات، أصبحنا نشعر بأننا نتجه إلى المجهول. نعم، إذن دعني أنقل بعض التساؤلات التي وضعتها لضيفي عبر الهاتف أستاذ براء. يعني من الغريب فعلا أن يتضمن البيان البريطاني ذكر للأحزاب ويعني أو حث الأحزاب اليمنية وكأنها هي الحل. تساءل أستاذ عبد الهادي ونحن نتساءل، ما الذي يمكن أن تقدمه الأحزاب التي تماهت مع وضع الشرعية في الرياض؟ يعني الأحزاب دائما هي مكون، هو مكون سياسي أساسي من تكوين أي بيئة سياسية صحية في أي بلد. وطبعا المهم أن تبقى دور الأحزاب حتى وإن كانت كنا نخوض في هذه الحرب الذي نعتبرها أكثر من حرب، يعني طبيعتها استنزافية للبلد، يجب أن يبقى دور الأحزاب حاضرا قدر الإمكان. ولكن النقطة الأساسية التي أريد أن أشير لها أن الأحزاب، أنا لو كنت مكان الأحزاب اليمنية سأرد بكل بساطة أنها لن تذهب في أي مباحثات مباشرة مع الحوثيين، أن أي مباحثات لن تكون إلا تحت مظلة الشرعية، وتنتهي هذه الإشكالية، يعني هذه الإشكالية كلها. النقطة الأساسية هو أن الناس، يعني نحن الآن عندما نتحدث أن القبائل استنفرت وأن الناس من كل مكان استنفرت، أن الناس بدأوا يشعروا أن الحكومة الشرعية لا تقدم لهم الخيار الآمن والبديل التي من المفترض أن تقوم، يعني أنها تقوم فيه. كون أنه هذا طبعا مؤشر إيجابي أن الناس تجاوبت وتفاعلت وصدت جماعة الحوثي من التوغل أكثر، ولكن هذا يضع استفهام أنه لا يمكن أننا اليوم بعد 5 سنوات نرى مشاهد
يعني استنفار قبلي وليس قوات نظامية. صحيح. هي التي تتصدى. ونحن تحدثنا، نعم تحدثنا عن ذلك يعني في الحلقات السابقة. أستاذ براء، معادلة الصراع برأيك هل تتغير وفق الأجندات المعلنة للدول؟ لا تتغير. أنا أريد أن أوضح نقطة. معادلة الصراع في الميدان لا تتغير وفقا لمعادلة الدول، معادلة الدول تتغير وفقا لمعادلة الصراع. الصراع في الميدان، من يستطيع أن يغير الديناميكية في الميدان هو من يفرض سياسته على المعادلة الدولية. اللاعب الدولي لا يستطيع، وأنا أريد أن أذكر وأحاول أنني أشرح. لكن ألا يعني الضغط الدولي ألا يؤثر بطريقة أو بأخرى؟ يعني وجدنا ما حدث في الحديدة، وجدنا ما حدث في نهم أكثر من مرة، ومحاولة دخول صنعاء. كيف يهب المجتمع الدولي ويعني يتعلل بالملف الإنساني؟ أليس ذلك تأثيرا وتغييرا لمعادلة الصراع؟ هناك تأثير طبيعة الحال، يعني إحنا جزء من معادلة دولية، ولكن النقطة التي أحاول أن أوضحها دائما وفي أكثر من مقابلة في هذا الملف، الميدان هو من يحكم السياسة. في أثناء الحرب نحن لسنا في يعني في عملية سياسية مثلا بعد العام 2012، نحن لسنا في مرحلة المبادرة الخليجية التي ممكنك تستخدم الآليات الدولية. نحن في حالة حرب، الميدان هو من يحكم السياسة. هناك عقوبات فرضت على النظام السوري أشد بكثير مما هو موجود. الحكومة اليمنية تتعاطى معها كل الدول. الحكومة اليمنية فتحت الإدارة الأمريكية لها حتى الخزينة الفيدرالية لتفتح حساباتها وتبدأ التعامل من جديد. هذا لم يحصل مع أي دولة تخوض حرب. الإدارة الجديدة هي كيف أن تستفيد من هذه الإمكانيات التي تستطيع أن تستفيدها من المجتمع الدولي، ثم يعني تحاول أنك تستخدمها لكي يعني تسخرها لخدمة الميدان، لخدمة الأرض. أنا أؤكد لك، لو كان دخلت القوات الشرعية إلى الحديدة لن يقوم المجتمع الدولي بشيء. المجتمع الدولي يريد أن يخلي مسؤوليته من أي تعتبرها عواقب قد تحصل من عملية دخول الحديدة. المجتمع الدولي إذا من يفرض أجندته على الميدان سيضطر أن يتعامل معه، سواء كانت الحكومة اليمنية سواء كانوا الحوثيين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك البراء شيبان، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. ودعني أسمع رأيك في هذه النقطة أستاذ عبد الهادي، ما مدى تأثير يعني هل للأجندات الدولية المعلنة أو غير المعلنة تأثير على الصراع في الأرض؟ من يؤثر على الآخر برأيك؟ الأرض تؤثر على الأجندات الدولية وعلى قدرة السيطرة. من يستطيع كسر المعادلة على الأرض يستطيع كسر المعادلة السياسية، يستطيع كسر كل ما يلحق بها من أدوات. مع الأسف الشديد لدى الإخوة في القادة العسكريين في السلطة الشرعية إمكانيات كبيرة، ولا زال لديهم بيئة حاضنة ومجتمع داعم. ما عليهم سوى قليلا من الوضوح وتوفير الإمكانيات أو إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإدارة ما هو موجود من موارد داخل المحافظات، وإسناد قيادة المحافظات التي تشهد صراعا عسكريا، التي تشهد حربا مع الانقلاب، بأن تطلق لها كل الموارد وتحدد فترة زمنية ويتم تغطيتها قويا وتوفير مستلزماتها وتحديد فترة زمنية. أنا على ثقة أنهم سوف يحققون إنجازات كبيرة، ولن تكون صنعاء سوى في غضون أقل من أسبوعين تحت سيطرتهم إذا جرى إفراد هذا الجانب. لديهم الغطاء القوي الذي وفره التحالف العربي، ولديهم قوات عسكرية على الأرض بأعداد كبيرة. ما عليهم سوى التوكل وشد عزيمتهم والإيمان بقضيتهم والتحرك. والمسألة أيضا قليل من الإمكانيات المالية يمكن توفيرها بمجموعة من القروض أو بأي من الأساليب، ولو حتى بقروض داخلية إذا أمكن ذلك. لكن الآلية الحركة والاكتفاء ببيان والإدانة، ومن ثم ترك القوات المتواجدة كلا يعتبر الآخر خصم. مع الأسف الشديد البعض تحولوا إلى خصومات. المجلس، هناك خصومة بين الشرعية والمجلس الانتقالي، هنالك خصومة بين القوى العسكرية من محافظة إلى أخرى، هناك خصومة بين
مثلا ما نسميها بقوات العمالقة والقوات في الساحل الغربي وما بين الإخوة في الحرس الجمهوري أو الحراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح، هنالك مجموعة جيوش وليس جيش، هنالك قيادة ومناطق وتراتبية وقانون عسكري. لماذا لا تفعل هذه المسائل؟ لماذا لا تعود القيادة العسكرية القيادة العليا للقوات المسلحة وتعيد ترتيب هذا الملف؟ لماذا لا يعمل اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الوطني؟ لماذا لا يتم دمج كل الوحدات العسكرية وتدارس إمكانياتها؟ نعم. إذن دعني أشرك معنا دكتور علي العبسي المحلل السياسي والذي انضم معنا عبر الهاتف من برلين. مساء الخير دكتور علي. يا مساء النور. أهلا بك. بداية دكتور، كيف تابعت ردود الفعل الدولي تجاه ما حدث مؤخرا من التصعيد العسكري في مأرب والجوف؟ يعني علينا أولا أن ندرك أن هذا ردود الفعل أتت متأخرة، المعارك المستمرة منذ أكثر من أسبوع، والآن بدأت ردود الفعل يعني الخجولة ثم بدأت تتصاعد. ربما المجتمع الدولي أو أطراف المجتمع الدولي انتظرت أن يحقق الحوثي اختراقا في هذه الجبهة ثم هرعت إلى إدانة هذا الاختراق بنوع لتغطية موقفها وتغطية سكوتها. ما يجري هو أكبر من مجرد صراع محلي في اليمن، ما يجري هو صراع محلي بأبعاد إقليمية وأبعاد دولية. هناك دول لديها مصالح في اليمن، هناك دول قوى دولية مثل بريطانيا وأمريكا، هناك قوى إقليمية السعودية وإيران، والكل يشترك في الحرب بدرجة أو بأخرى والجميع متورط. ما يجري الآن هو يعني الحوثيين سمح لهم، أنا أعتقد هكذا، أن الحوثيين سمح لهم بإحداث اختراق في جبهة نهم للضغط على الحكومة اليمنية لإجبارها على القبول بخطة تسوية دولية جديدة قائمة على مرجعيات مختلفة غير المرجعيات التي تتمسك بها الحكومة اليمنية. نعم. إذا سفراء فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات أيضا المتحدة الأمريكية لدى اليمن في بيان مشترك ناشدوا فيه الأطراف المتنازعة على وقف القتال على الفور، وربما تبعت أنت ما ورد في البيان، هل سينعكس هذا النداء بآثار إيجابية على الأرض؟ أولا بداية دعينا نرى التحول الكبير في نظرة هذه الدول لطبيعة الصراع في اليمن. كان الحديث يدور عن صراع بين الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا والمعترف بها داخليا وبين حركة انقلابية سيطرت على العاصمة وصنع على مناطق كثيرة بقوة السلاح. كان هناك قرارات من إذن تدين الحوثيين وتدين تصرفهم وتدين سيطرتهم على العاصمة صنعاء. الآن أصبح الصراع بين طرفين متساويين بالنسبة لهذه الدول، أصبح الآن يناشدون أطراف الصراع، الآن أصبحت هناك تحول كبير في نظرة هذه الدول إلى هذا الصراع. طبعا هذا المناشدة لا معنى لها ولا قيمة لها على أرض الواقع، لأن الحوثيين على الأقل لن يستمعوا لها، والحكومة الشرعية اليمنية يعني المسألة ليست بيدها الآن حتى تقبل بهذا البيان أو ترفض البيان أو تنفذ هذا البيان أو لا تنفذ هذا البيان. المسألة أن هناك تحول كبير في الصراع أو في النظرة الدولية للصراع أو في نظرة الدول الإقليمية للصراع في اليمن. هناك قبول، مزيد من القبول بدور حوثي أكبر مما كان يتخيل، هناك قبول بنوع من النفوذ الحوثي أكبر مما كان مطلوبا أو مقدرا، هناك نوع من الإحساس بأن الشرعية وتمسكها وأدائها وتمسكها بمرجعيات الثلاث أصبحت عبئا في أو عقبة في طريق تحقيق التسوية السلمية في اليمن، والآن يحاولون إزالة هذه العقبة عبر الضغط على الحكومة اليمنية ليقنعها بالتنازل عن هذه المرجعيات الأساسية والدخول في مفاوضات مباشرة مع الحركة الحوثية رغم أن الاتفاق. ما أسباب ذلك؟ هل نعم، ما أسباب كل هذه التحولات دكتور علي؟ هل تجد أن يعني المجتمع الدولي وجد في الحوثي قوة بمقابل ضعف الشرعية؟ يعني هناك مجموعة عوامل كثيرة، ليست عامل واحد يمكن يعود إلى هذا التغير. أولا هناك مصالح القوى الدولية ورؤيتها لمستقبل اليمن، هناك من يرى مستقبل اليمن وفق مصالح بريطانيا وأمريكا، لديها مصالح في اليمن تريد تأمينها، ومن ضمن هذه المصالح بقاء الحوثي كقوة وازنة لقوة الإخوة المسلمين وقوة الحركات الإسلامية السنية المسلحة في اليمن. لذلك كان منذ البداية كان واضحا أن هناك رغبة بريطانية أمريكية في إبقاء الحوثيين كقوة قادر على الموازنة. ثانيا أداء الحكومة اليمنية كان أداء ضعيفا وفي أكثر من جزئية، كان أداء سياسيا ضعيفا، أداء على مستوى الخدمات ضعيف للغاية، أداء دبلوماسيا ضعيفا، والآن في الأخير لحق به الأداء العسكري الذي للأسف الشديد أيضا لم يكن بذلك القوة الذي كان الجميع يتوقع منها. نحن كنا نتوقع
ان الحكومه اليمنيه تتحيز الفرصه حتى يسمح لها او تعطى الضوء الاخضر لدخول العاصمه صنعاء عبر نهم. الان اصبحت نهم هي جبهه الحكومه اليمنيه تدافع فيها، لم تعد يعني مستعده للهجوم، اصبحت هي في حاله دفاع. هنا عوامل كثيره تغيرت في الصراع، هنا الحوثيين اصبحوا اكثر قوه، بل وسمح لهم، يعني اكررها مره اخرى، سمح لهم ان يصبحوا اكثر قوه من اجل ان يتم فرض تسويه سياسيه مختلفه تماما عما تريده الحكومه اليمنيه عن المرجعيات الاساسيه، القرارات المجلس الامن، مخرجات الحوار الوطني ومبادره خليجيه. هل التسويه بامكاننا ان نستشفها من تصريحات جريفيث عندما كان في العاصمه صنعاء الاسبوع الماضي في زخم المعارك في نهم، عندما قال ان هناك ضروره للدخول في مفاوضات الحل السياسي الشامل التي تشمل من ضمن ما تشمل ايضا موضوع الشرعيه. إذا أصبحت الشرعية اليمنية مسألة قابلة للنقاش، وهذا لم نسمع به من قبل. نعم، سأسألك على هذه النقطة، ابقى معنا بعد أن أذهب للأستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، كل هذه الدعوات لإيقاف الحرب وتهدئة التصعيد العسكري، كيف يمكن التعاطي معها من قبل الشرعية؟ أعتقد أن على الشرعية أن تنتقل إلى موضوع آخر، وهي موضوع الحركة على الأرض. أنا أدعو من هذا المنبر الإخوة قادة الجيش الوطني في كافة المحافظات إلى الحركة وفق إمكانياتهم المحلية، وإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في هذه المناطق، وتغيير ما بيدهم من إمكانيات وما في المحافظات من إمكانيات لصالح المعركة. نحن أمام مرحلة حاسمة، إذا لم تتحرك السلطة المتواجدة في الرياض فنحن نطالب بحركة هذه القوى على الأرض، وهو أعتقد الحل الوحيد. على الشرعية أن تخترق ما عرف الآن بجغرافية الحرب الممتدة إلى الغرب من الجوف وإلى الغرب من محافظة مأرب وإلى الشمال الغربي من محافظة البيضاء وإلى الشمال والغرب والشرق من محافظة تعز وأيضا إلى الشمال من جنوب الحديدة. عليهم أن يحركوا هذه المسائل، ويجب أن تدفع بكل قوة، يجب أن تتوفر إمكانياتهم. هنالك المئات من الشركات في العالم التي يمكن أن توصل الأسلحة إلى هذه المناطق، هنالك آلاف من شركات ما يعرف بشركات المافيا التي تنقل السلاح عيانا قهرا باعتبار أن البائعين هم أعضاء في مجلس الأمن أو وكلاء لهم. وهنا على الشرعية أن تتحرك إلى الأمام، أن تخرج من دائرة انتظار ما الذي يمكن أن يقدمه الإخوة في الخليج. الإخوة في الخليج قدموا غطاء جوي، قدموا دعم مادي، قدموا. على الشرعية أن تقود مبادرتها بنفسها، أن تلجأ إلى قروض، أن تلجأ إلى دول أخرى غير المنظومة الغربية. هذا البلد تسليحي وروسي أو شرقي إجمالا، تبيعه كوريا من كوريا وحتى الدول الشرقية في شرق أوروبا وروسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق والصين. كل هذه البلدان تقدم نفس الأسلحة التي يمتلكها الجيش اليمني ربما، وهي قليلة من الإمكانيات، ومسألة من شد هذه المسائل وتجميع إمكانيتها وإدارتها بشكل جيد وإدارة معركة. وسوف يسمح لهم كما يسمح للحوثي أن تجري هذه المبادرة وأن يجري الهجوم على مأرب واستهداف المسجد وممثلي الاتحاد الأوروبي وممثل الأمم المتحدة داخل صنعاء. هذا إسقاطا لاتفاق السويد تماما، وعلى الحكومة أن تعلن ذلك بشكل رسمي وأن تنسحب من هذه المفاوضات إذا كانت الأمم المتحدة تعرف تمارس الضغوط على من هو عضوا فيها وتخلط أو تساوي بين كل من الانقلاب والحكومة الشرعية، فهذه مسألة أخرى، وهذه حالة من حالة الانتكاسات فيما يعرف بالمجتمع الليبراري الغربي الذي أضحى أكذوبة كبيرة فعليا، أو أنه أضحى يعتبر الديمقراطية ماركة مسيحية خالصة. نعم، إذا أعود إليك أستاذ عبد الهادي بعد سؤال الدكتور علي. دكتور علي، كنت تحدثت عن بعض التصريحات عن اتفاق ستوكهولم، هل ممكن أن نفهم أن انتهاء فصل ستوكهولم وننتظر فصول جديدة من المباحثات والمشاورات؟ أعتقد أن المبعوث الأممي والأمم المتحدة سئمت أيضا من أو وجدت أن الملف ستوكهولم لم يتحرك، ولا ليس لديها القدرة على تحريك الاتفاقية ستوكهولم أو تنفيذ بنود أخرى، وهي هنا يأست، وصلت إلى مرحلة من اليأس
وقلة الحيلة بأنها لم يعد أمامها غير تجاوز هذا الاتفاقية والدخول إلى اتفاقية الحل الشامل، علها تحقق فيه اختراقا من نوع ما، وهذا يعتبر انتصارا للحوثي أكثر من انتصار الحكومة الشرعية اليمنية. الحوثي نفذ إرادته في الحديدة والأمم المتحدة لم يكن لديها أي حيلة في ذلك، وساهمت أيضا بنوع من المماطلة والتسويف والقبول والرضوخ للملايات الحوثية ومحاولات يعني الوقوف على مسافة وسط بين الطرفين، رغم أن هناك طرف كان يتحرك بسرعة في اتجاه الطرف الآخر، وكانت الأمم المتحدة تتحرك أيضا معه، يعني الحوثي كان يتحرك ويهاجم، الأمم المتحدة لم تكن تدين هذه التصرفات الحوثية بالقدر الشامل. اتفاقية السكون انتهت منذ البداية، هي انتهت وهي لم الآن انتهاء، لم يعد فقط قناعة يمنية محلية أو قناعة إقليمية، أصبح قناعة أممية. والآن بدلا من إعلان فشل هذه الاتفاقية والخروج منها، الآن يحاولون التقدم بخطوة إلى الأمام أو ربما الهروب إلى الأمام إذا صح التعبير، بدعوى أنهم يبحثون عن حل سياسي شامل. إذا عجزت الأمم المتحدة عن تنفيذ اتفاقية فرعية إنسانية، بما يعني إنسانية كانت في الحديدة معروفة ومتفق على خطوات تنفيذها، يعني نظريا يعني سحب قوات معينة، استبدالها بقوات معينة، توريد الأموال إلى البنك المركزي، فتح الطرق وهذه الأشياء، إذا فشل في تنفيذ اتفاق بسيط وواضح ومحدد مثل هذا، كيف بإمكانها تنفيذ أو الوصول إلى اتفاق حل سياسي شامل في صراع معقد مثل الصراع في اليمن؟ نعم، إذن شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. سؤال أخير لك أستاذ عبد الهادي، وهو تساؤل لما غاب التحالف كطرف فاعل ومؤثر في هذه الدعوات الدولية؟ هذه الدعوات الدولية تفرض على التحالف، مع الأسف الشديد وبسبب الأداء الضعيف وبقاء الحوثي أصبحنا نحن في الجمهورية اليمنية نمثل حالة ابتزاز على التحالف العربي، خصوصا الإخوة في المملكة العربية السعودية. قدم الإخوة في المملكة العربية السعودية كما يقولون 22 مليار كمساعدات إنسانية، وأيضا ضمن برامج تخفيف الفقر وضمن أكثر من برنامج منذ بداية الحرب. لو أن الإخوة في التحالف العربي يتكرمون بتقديم 2 مليار دولار لتوفير أسلحة وعتاد ويدفعونها إلى الحكومة اليمنية ويلزمونها بوقت قياسي، أعتقد أن الجيش اليمني قادرا على أن يحسم هذه المعركة وتقدم، وهذه لا تقدم كهبة بل قرضا مستحقا بحسب الاتفاقات والبنود الدولية، وبهكذا قد نخرج إلى طريق سويا في هذه المسألة، ويتم توحيد كافة القوات اليمنية تحت قيادة وزارة الدفاع وتتولى مسؤوليتها، وتعلن حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وتفرض المسألة لن تتجاوز شهر على الأكثر، كون أغلب حروبنا اليمنيين التاريخية هي حروبا خاطفة، وبالعادة ما نصل إلى كلما طالت الحرب كلما تمترس كل طرف وتقوى واستنفذ وأعاد بناء موارده. الحوثيين أعادوا بناء شبكة الموارد في المناطق التي يسيطرون عليها، لكن في المناطق التي سيطرت عليها الشرعية لم يعد بناء شبكة الموارد، المحافظون تصرفون وكأنهم دولة أخرى، السلطة المحلية تتصرف والمحافظون وكأنها دولة أخرى، الجيش معزولا وكأنه مكتوب عليه أن يكون تابعا للمناطق العسكرية ووزارة الدفاع، وزارة الدفاع تخلي مسؤوليتها، هنالك إرباكا في إدارة المشهد الإداري والعسكري في المسائل العسكرية، هناك حسم، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، لكن مع الأسف الشديد يحصل العكس، إذا كان ذا عزم أو ذا إرادة فإنه أكثر من يتريثون إلى أن يصبح الخصم في مرحلة أقوى، وبدلا من أن يباغتهم يباغتونه. نحن كمجتمع، أنا أتكلم هنا كمواطن، من لنا كلمة صدت تلقت أعاقت هذه التي وصلت الناس إلى الهزيمة؟ هناك خطابا مهزوم، هناك قوى مهزومة تقود هذه العملية، هناك ضباط منهزمين، هناك قادة سياسيين على مستوى المحافظة والميدان يتكلمون بلغة مهزومة، وهذا الخطاب لم يتم مراجعته، يجب أن تتم مراجعة كل شيء على الأقل 5 سنوات. دعونا نراجع هذه المسألة. أنا أتوجه بالدعوة إلى الإخوة في قيادة الشرعية، إلى الإخوة في قيادة الشرعية، إلى الإخوة في قيادة النظام الجمهوري، إلى الإخوة في الجيش،
وكما قال بعض القادة العسكريين عليهم أن يعيدوا تشكيل أنفسهم كقيادة ميدان ويستغلوا كل الإمكانيات المتاحة وكل الفرص المتاحة، لأن ما هو متاح اليوم قد لا يكون متاحا غدا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.